السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناء الأعزاء. بنتابع مادة نظم تشغيل الحاسب 2، الفصل الثالث، فصل ثاني، تعلم مدمج، كلية تجارة مدى الشمس، برنامج الحاسب المعلومات. الفصل الثالث بيتكلم عن الأجزاء الصلبة في الهارد في الكمبيوتر، أو المكونات الداخلية في الكمبيوتر. أول حاجة اسمها المكثف أو الكوندنسر. الكوندنسر بتبقى أشكاله زي ما أنت شايف كده، حضرتك الصور دي الألوان عشان تعرفها. ودي عباره عن احد مكونات الدوائر الكهربائيه اللي بتقوم بتخزين الطاقه على شكل مجال كهربائي يتكون من موصلين، يعني كل من المشاعر الكهربائيه متساويه في المقدار ومتعاكسه في الاتجاه، وبيفصل بين الموصلين ماده عازله كهرباء. شايف في الحته دي وشايف في الحته دي، في المسافه في النص دي اهو، حته الدراع ده والدراع ده، المسافه في النص دي. البت اصغر وحده تخزين في الكمبيوتر، هي بتشيل سيجنال واحد، بتشيل زيرو ده واحد، يعني البت عليها زيرو او واحد. وعشان طبعا البت بعدين كبير جدا في استخدام البيانات، فجاء عملوا كل 8 بت حطوها في بلوك، البلوك ده بنسميه بايت، يبقى البايت بيساوي 8 بت، يبقى البايت بيشيل كام سيجنال؟ 8 سيجنال، 0 1 0 1 8. اوكي؟ يبقى لو انا عندي 2 بت هيبقى الاحتمالات اللي عندي، البت الاولانيه تشيل 0 والبت الثانيه تشيل 0، البت الاولانيه تشيل 0 والبت الثانيه تشيل 1، او 1 0 1 1. وطبعا عدد البتس اللي ممكن، كل ما بتزود عدد البتس امكانيات التخزين بتشكيلات مختلفه او بتوظيف مختلفه هتختلف، اللي هتديني 2 اس ان. فلو عندي 3 بت يبقى انا عندي 8 فرص، اللي هي بت 1 وبت 2 وبت 3. طب لو عندي 9 بت يبقى عندي 512 تشكيله من الوحدات والاصفار والسيجنالز والوحدات والاصفار ممكن اخزن بيها. يبقى القاعده بتاعتي 2 اس ان، ال 2 دي اللي هي باينري 0 و1، والان عدد البتس اللي هي عندي. مضاعفات البايت، كل بايت، كل 8 بايت، كل 8 بت بيدوني 1 بايت. طب مضاعفات البت، كيلو بايت بنكتبها كده، كيلو بايت، ميجا بايت، جيجا بايت، تيرا بايت، بيتا بايت، اكسا بايت، زيتا بايت، يوتا بايت. طب احنا اتفقنا ان البايت بتشيل 8 بت، والبت فيها كل بت فيها سيجنال واحده، لا زيرو لا اما واحد. يبقى الفرص الممكنه عندي 2 اس 8، يبقى انا ممكن اخزن ارقام في البايت الواحده من اول 8 اصفار 1 2 3 4 5 6 7 8 ل 8 ايه؟ 1. ده اقصى حاجه ممكن اخزنها في البايت الواحده. مضاعفات البايت هنقولها لك بالطريقه العلميه مره وباساس الكمبيوتر. 1 كيلو بايت يعني 1000 بايت، يعني 10 اس 3 بايت. الميجا بايت هي 10 اس 6 بايت يعني مليون. الجيجا بايت 10 اس 9 بايت. التيرا 10 اس 12 بايت. البيتا بايت 10 اس 15. الاكسا بايت 10 اس 18. الزيتا بايت 10 اس 21. اليوتا بايت 10 اس 24. طب لو كلمناهم بالنظام الثنائي، يبقى 1 كيلو بايت بنكتبها كي اي بي او كيلو بايت، هي 1024 بايت. 1 ميجا بايت هي 1024 كيلو بايت. 1 جيجا بايت هي 1024 ميجا بايت، يبقى كل واحده 1000 من اللي قبلها. تيرا بايت هي 1024 جيجا بايت. بيتا بايت هي 1024 تيرا بايت. اكسا بايت هي 1024 بيتا بايت. زيتا بايت هي 1024 اكسا بايت. يوتا بايت هي 1024 زيتا بايت. لاحظ الفرق ما بين القيم العلميه والقيم اللي باستخدام النظام الثنائي، ودي بترجع لان المساحه بتاعت التخزين ما بتبقاش صافيه للتخزين، يعني بعمل بستهلك هنا جزء في عمليه الفورماتنج عشان احدد مكان الملف يتحط فين. الجدول ده بيعرض المساحه التخزينيه وما يقابلها بعدد الكلمات من النص معين. الحرف الواحد بياخد مساحه تخزينيه واحد، الرمز بتاعه بايت، حرف يعني حرف الميم، حرف الالف، حرف الام، حرف السي، حرف الدي، بحطه في بايت. نصف صفحه هياخد 1024 بايت او كيلو بايت. 500 صفحه هتاخد ميجا بايت. نص مليون صفحه هتاخد جيجا بايت. 500 صفحة 500 مليون صفحة هتاخد تيرا بايت. نص مليون صفحة هتاخد بيتا بايت. بليون صفحة هتاخد اي اكسا بايت، وهكذا. خلاص، يبقى انا خلي بالك الصفحات دي ما فيهاش اي فورمات ولا رسومات ولا بوردرز براويز ولا اي حاجة، جاست مجرد كتابات، رموز حروف جنب بعضها والمسافات اللي بينها. دلوقتي عندنا حاجة اسمها الميجاهرتز. الميجاهرتز بنديها الرمز ام اتش زد، هي وحده قياس التردد او التوتر، وبتساوي مليون هرتز. يبقى ميجا هرتز هي عباره عن مليون هرتز او مليون دوره تكرار في الثانيه.
الكيلو هرتز اصغر من الميجا هرتز طبعا، الكيلو 1000 هرتز والميجا 1000 كيلو اللي هي مليون. التردد هو مقياس لتكرار حدث ما في فتره زمنيه معينه، والقياس بواحد هرتز يستخدم بشكل اساسي لقياس مقدار تكرار الموجات، فيكون تردد الموجه 1 هرتز يعني انه في كل ثانيه تمر الموجه كامله من نقطه ما هي نقطه القياس. الهرتز يرمز له بالرمز اتش زد وسميت باسم العالم الفيزيائي هاينزيتش رودولف هرتز الذي كان له عظيم الفضل في مجال العلوم الكهرباء المعاصر. ونجد ان مقياس الهرتز هو 1 تيرا هرتز ل 10 12 هرتز ويسمى تي اتش زد تيرا هرتز، كما ان 1 بيتا هرتز هي 10 اس 15 هرتز ويرمز له بالبي اتش زد. التيرا هرتز احنا لسه قايلين عليها زي ما احنا شايفين. قياس الترددات بقى الجهاز لو الراديو القوه بتاعت الهرتز بتاعته رقم بين 10 اس 7 و 10 اس 8، المايكروويف اللي بنستخدمه في البيت لتسخين الاكل بتراعى القوه بتاعته من 10 اس 6 10 اس 10، التيرا هرتز من 10 اس 11 ل 10 اس 12، الاشعه فوق الحمراء من 10 اس 12 ل 10 اس 14 وهكذا. تمام.